الخطوه دي يعني اكيد فرقه معاك. ممكن اكيد ان شاء الله، وبتمنى انها تبقى خطوه زياده مش خطوه تنقص مننا يا رب ان شاء الله. ده اللي احنا عايزينه، ان خطوه السينما ان شاء الله تضيف لنا ما تاخدش مننا. هل هتشارك في افلام بعد كده؟ ان شاء الله انا في فيلمين مخلصهم الحمد لله، ان شاء الله ينزلوا. احتمال يعني هشام نسيم لسه ما استقروش، فيلم جحيم في الهند استاذ محمد امام واخراج استاذ معتز التوني، وفيلم ملعوب بيك واستاذ عمرو عبد الجليل واخراج استاذ تامر بسيوني، دوت ان شاء الله هشام نسيم يعني كون ان في يبقى في فيلم يجمع شباب مصر في مصر كلهم، دي خطوه كويسه الحمد لله، خطوه كنا نتمناها. احنا كان نفسنا نشتغل مع بعض، احنا اصحاب، فطبيعي كاي اصحاب في الدنيا نفسنا نشتغل مع بعض سينما، نفسنا نشتغل مع بعض فيديو، فالحمد لله جت الخطوه سينما الحمد لله. مسرح مصر خلال الفتره القادمه في ناس قالت ان هو هيقف؟ لا احنا ان شاء الله في سيزون ان شاء الله يبتدي بعد رمضان.